أمنيتي بالحياة اللي تحج معاي قبل ما أموت، وهي أمنيتها إن تحج معاي أنا كمحرم ممكن يتحملها أكثر من غيري. هذه بهجة الحياة، لأن رب العالمين قال أنتم لباس لهم. في أحلى من إني أنا خدمتني حملت أولادي، سترت على عضي، سترت على شبابي، على غلطاتي، على قصوري، على كمالي، على تأخيري، كلها سترت عليه طول هالعمر. هي الخادم، هي حافظة السر، هي الرفيق، هي الحبيب، هي الصديق. الصفات كلها تتمتع فيها الزوجة. فهنيئا لمن يعني يبقى هذا الحب والحنين باقي إلى وقت شيخوخة. لما يكبر يترك زوجته يقول لها قوم بحالك، هاي أولادك. ليش؟ ليش؟ الخدمة اللي قدمتها إيه ما بتقدمها لها؟ الصبر اللي صبرت أجت فرعون شبابها الآن أتركها عن شيخوخة؟ والله قلت لك هذا يا ابن الله، إن ترغرغ عيني إلى البكاء عندما أصل إلى هذا التفكير، يا رب لا تميتني قبل ما إني أختم هذه المخدمة. يا الله يعني انت تبي بس تبي تاخذها على الحج بس بحياتي، هذه امنيتي حياتي، خلاف بيك ما بتمنى بحياتي.